مسلم. حنا بغينا يتصلح الجامع، ولكن بالمناسبه بغينا السلامه للجميع. اذا كيف ما قلت الاخوان، ماشي التماطل ولا شي حاجه، او لا يوجد شخص مغربي مسلم يعني كيماطل باش ما يتصلحش الجامع، هذا ما كاينش. كل شيء مع المسجد انه يتصلح، الساكنه، الاداره، الاوقاف، ما نقولش الادارات بك، يعني كل شيء باغي يصلح الجامع، كل شيء بغينا نصلحوا في هذا العام. ولكن طريقه الاصلاح ديالو هي اللي كان عليها علامه استفهام، والوقت اللي كيتطلب هذا الاصلاح كان حتى هو يعني عليه علامه استفهام. حنا كنا درنا لجنة اتفقنا التي اتفقنا بالكلمه ديالي، اتفقنا باش تكون لجنة كل 15 يوم. علاش ما عطيتيش عليها؟ عطيتي هذا النهار. انا داك الحجر تحل كل ديال الجامع ديال البعيد، هزوا حيدوا، والحجر اللي ما بيه عمل الغراب خلوه، ثاني هزوا هذاك حيدوا. حنا راه غنقولوا كلمه خاتمه، ما غاديش نبقاو حنا النهار، راه حنا صايمين والناس راه صايمين ومقفلين في الشمس، بغينا نفيدوهم واحد الفائده باش كل واحد يمشي للاخر. باش راه الجامع كان ماشي، واخا الصعوبات ديال الاصلاح ديالو كان ماشي، ولكن ما تنساوش راه وقع واحد الواقع اللي هو الزلزال. من وقع الزلزال جا عندي هذا الاخ وجا عندي المقدم وجا عندي الاعوان، قالوا لي المقاول وقف تماما عن فعل الخدمه. جينا كبلجنا واستفسرنا المقاول، قلنا ليش وقفت؟ قال لك ما يمكن ليش نخدم بعد هذا الزلزال الا انا ما جاتش ودارت خبره يعني تبين اشنو واش هذا الاصلاح اللي غادي فيه بركه ولا هذا المسجد ضرر بالزلزال. ومن بعد عاوتاني ما دارت الخبره وخرجت الخبره، راه واصلوا بانجاز واحد لي بودر يعني اسس وحدين اخرين خارج هذا الاخر، ضافوا له يعني كما كنقولوا بودرات وحدين اخرين باش هذا. الخلاصه القول ان المسجد راه غادي كيطلع ماشي واقف، العواش مبروكه، ولكن الا كان شي معلم ولا شي تقني ولا شي مهندس في هذه المنطقه يدخل معنا حتى هو يبقى يتبع هذا المسجد باش يعطيكم الخبر الاخوان. سبع سنين وما خدامين، فوق 100 مليون اللي دخلوا، وحسبوا لهم وشحال 7000 فلوس اللي جا، اسمحوا لي، اللي جا كيضرب يده في الجامع، اللي جا كيدير كاميرا ويبكي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بالنسبة لهذا المسجد الأخ الكريم، هذا المسجد تهمل في عمالة مولاي رشيد، تهمل، ماشي الأولى وماشي الثانية وماشي الثالثة، ودرنا بحال هذا الشيء اللي دايرين الإخوان، احتجاج وهضرنا وجات الصحافة، ولا من ينادي ومن يسمع لك، ما كاينش. ودابا راه تقريبا ست رمضانات ما تنصليوش فيه. شوف الناس شوف الناس تتنادي مساكن على هذا الجامع، هذا ما فهمش هذا الجامع هذا واش هو بوحدو في هذه منطقه مولاي رشيد اللي ما هو ما باش يتصلح. او من 2021 هو باقي، وحنا 2024 وتيقولوا الناس المسؤولين تيقول لك على الجامع على 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 8 شهور 9 شهور يكون واجد، وحنا راه غاديين في 6 سنوات او 7 سنين وباقي هو كيدير. شوف شوف اش كيدير، اسقناك بالله، شوف واش هذا الجامع هذا، راه ماشي جامع، لا اله الا الله محمد رسول الله. ونطلبوا الله المسؤولين، الناس المسؤولين، الناس المسؤولين اللي تيخافوا الله يهضروا على هذا الجامع هذا. واقيلا حنا تنعرفوا سيدنا الله ينصرو، سيدنا الله يكبر بيك والله يرحم الوالدين ويرحم باك ويعطيك صحيحتك سيدنا، الى ما رد بالك لهذا الجامع اللي في منطقه مولاي رشيد. جامع في مولاي رشيد راه لا اله الا الله، راه ما بقى ماشي جامع سيدنا، راه والله ما جامع بالله، راه ولا جامع فيه الزباله حاشاك سيدنا، زباله هذا الجامع هذا في منطقه مولاي رشيد. والله ينصر سيدنا، وعاش الملك، وعاش الملك، وشكرا شكرا. هذا الشيء اللي كنتمناو وكنتسناو، هذا الشيء ما كاينش، حنا كنقولوا كنشدوا بالله، كاين الله وسيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. هذا الشيء راه ما منه والو، راه واخا كيجي اللي جا كيعطيك كلمه ولا جوج كيمشي بحالو. مشينا للعماله ما كاين والو، مشينا للمقاطعات ما كاين والو، مشينا للجامعات ما كاين والو، والمهم هذا الشيء اللي كاين راه كتشوفوا فيه كل شيء امام الواقع، راكم كتشوفوا فيه. فين كنصليو؟ راه كل كيصلي، راه مديرين كيصلي في وسط الشانطي.
كنصليو في الشانطي فين كنصليو، وما بقى يصليو في محلاتهم. هاد الجامع تمنعت الصلاة، هاد الجامع كانت كتصلي فيه 3000 و 4000 ديال البصر اللي كتصلي فيه، اليوم ما بقاش فين يصلي حتى واحد. الناس ولات تصلي في المحلات ديالها، ولات تفرش البيشان وكتصلي في الزناقي ودايره الحصير. وإلا قلتوا شي حاجة جيبوا الكاميرا بالعشية هنا في الشارع وشوفوا الناس اللي كتصلي، شو راه كلنا مصليين في الخلا، حتى واحد ما مصلي في الجامع. والجامع لا بغينا نمشيو ليه راه كاين واحد كاين واحد بعيد، غادي بعيد بزاف الناس الكبار. واش انا قادر نضرب كولومبيط ونص في كل وقت نمشي للجامع ونصلي؟ انا ما قادرش، راه نفضل كنصلي في داري. الجامع الوحيد اللي عندنا ها هو هو هذا قدامنا، كتشوفوا فيه الساكنه كتشوف وكتنظر، والحالات ما كتشوفوا فيها. دور لنا الكاميرا وشوف هذا الشيء اللي هنايا محطوط كيفاش داير. والسلام عليكم. السلام عليكم. بمناسبه الوقفه الاحتجاجيه لهذا المسجد اللي من 2016 هو مقفول، وكان وعودات كثيره وعطونا انه المقاول 11 شهر باش غادي يكون المسجد يكون صالح الافتتاح ديالو، ولكن دابا المده من 2022 دابا 2024 بقى المسجد ما تفتحش، والناس دابا كتمحن بزاف. وكانت في هذا المسجد كانت فيه محاربات الاميه، كان الدراري كيقراوا القران كيحفظوا الكتاب القران كيحفظوا القران، الناس كيصليو وما كيلقاو فين يصليو. دابا الناس كيضطروا كيمشيو حتى المسجد البكاري، ودابا الترام غيبداو، الناس كبار ما كيقدروش يقطعوا الطريق، والناس هنا راه كاين واحد 6000 واحد 600000 ديال السكان ما كيلقاو فين يصليو. كيصلوا في الحي الصناعي، الحي الصناعي الطريق كتحبس نهار الجمعه كتحبس، والناس كبار والنساء اكثر ما يبقاوش كيمشيو يصلوا في المساجد. ولا هذا المسجد كان نافع الناس، كان نافع، وهذا هو اللي كنتمناو من الناس يشوفوا من حال هذا المسجد، يتمناو من السي مهديه يشوف هذا المسجد يشوف من حاله، وزير الاوقاف حتى هو يتحرك ويشوف هذا المسجد ماله. وعندنا مراسله من عند في مجلس النواب ان هذا المسجد غيبدا في الاصلاح ديالو في 2018، ودابا راه حد الان ما كاين والو. هذا الشيء اللي كنتمناه، والله يجزيكم بخير، تشوفوا بالحال هذا المسجد، راه الناس متضرره بزاف، الناس متضرره بزاف، واكثريه الشيوخ والنساء. الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بالصحه. السلام عليكم. من 2016 وحنا محبوسين في الجامع، ما مصاوب ما والو، لا صلاه لا دين والو، حبسوا علينا عماره بالزبل والحوانت اللي كيبيعوا شيء، وخدامين هذوك حلال عليهم حيت كيبيعوا شيء، والناس اللي كيصليو حامون عليهم. غيطي عليكم، لا كان يطيح غيطي على كل شيء. وشحال من جامع ولا زباله في هذا الوقت؟ كان كيقول لك شحال من زباله ولا جامع، دابا ولا شحال من جامع ولا زباله في هذا الوقت هذه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وحسب انت دابا 7 سنين شحال من عام دابا من 2016، وعباد الله ما صايباش فين تصلي، وجي مع المغرب شو عباد الله كتصليها في الزنقه، شو الناس فين كتصلي؟ وحشومه عليكم. والجوامع بغاك يحيدوهم كاع في المغرب، كاع باغي يشدوهم، وعلاش هادشي علاش؟ وكاين على الله، كاين على الله والموت، كاين على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجعل كيداهم في نحيم، الله يجعل كيداهم في نحيم. اللهم تقبل منا هذا النهار. آمين. يا ربي، هاد الوقفة اللي حنا واقفينها غينات كل جميع الإخوان. رفعوا يدك الله، رفعوا يدك الله. ومولانا نسعى وحيدك ونبى بطاقي.